هقولكم في الفيديو ده على كل المعدات اللي بستخدمها في تصوير فيديوهاتي، سواء بقى فيديو عادي بتكلم قدام الكاميرا كده ايرول، او فيديوهات الريفيوز بتاعت الموبايلات بقى والبي رولز بتاعت الموبايلات والحاجات دي كلها. من الاخر هعرفك انا بستخدم ايه من اول الكاميرا لحد اللابتوب اللي بمنتج عليه. فلو اول مره تشوفني على يوتيوب فانا دلوقتي حالا اعمل سبسكرايب من غير ما ندعوات كتير، يلا بينا نبدا. والله مش هينفع تكمل الفيديو كده من غير ما تعرف ان الفيديو ده كله برعايه يو ديكشنري. مبدئيا كده يو ديكشنري ده برنامج ديكشنري عادي جدا بينزل للموبايل، بس قبل ما نبدا في اي حاجه البرنامج ده عليه 50 مليون داونلود على البلاي ستور. بس كل اللي انا جاي اعرفه لك بقى هو ايه المميزات اللي بتميز البرنامج ده عن اي برنامج ترانزليت تاني بينزل على الموبايل. مبدئيا كده انت ممكن تدخل تترجم اي كلمه عادي جدا على الابلكيشن ده، ومش هيترجمها لك ترجمه حرفيه زي جوجل، لا هيترجمها لك ترجمه بجد. بس هل كده خلاص يعني هترجم كلمه عادي كده على ابلكيشن زي ده؟ لا طبعا، هم حاطين تاتش بتاعهم في الحته دي. يعني مثلا احنا لو جينا كتبنا كده كات هيجيب لك الترجمه بالعربي عادي زي ما انت عايز. مش كده وبس بقى، لا ده انت كمان ممكن تسمع نطق كات مثلا بالبريتش اكسنت او الامريكان اكسنت. كمان هم ضايفين ميزه كده اسمها جمل الفيديو. ببساطه شديده هو بيدخل لك الكلمه اللي انت عايز تفهمها دي في جمله مفيده وواحد بينطقها لك الجمله دي، فانت من الاخر كده هتفهم الكلمه دي يعني هتفهمها. انت كمان هتلاقي جمل كتيره فيها كلمه كات مستخدمينها عشان تقدر تفهمها اكتر. والمفاجاه كمان ان هم جايبين معنى كات على ويكيبيديا. طبعا انت مش هتخش تترجم كات مثلا، انت ممكن تخش تترجم كلمه صعبه عليك، كلمه طبيه مثلا ولا حاجه، فهتلاقي معنى الكلمه دي على ويكيبيديا موجود. فمن الاخر كده انت بتعرف كل حاجه عن الكلمه اللي انت مش عارفها دي. تاني ميزه في الابلكيشن ده ان انت تقدر تترجم عادي جدا اي كتاب معاك اوفلاين ولا حاجه عن طريق ابلكيشن الكاميرا بتاعهم. يعني مثلا انا كطالب بدرس علاج طبيعي فعندي كتاب اناتومي ما بفهمش منه اي حاجه خالص، فولا فتحنا صفحه كده عشوائيه جدا في البتاع ده من الصفحات اللي انا ما بفهمهاش منه، وجبنا الكاميرا كده عليه ودوسنا كده ونبدا نحدد القطعه اللي احنا عايزين نترجمها زي مثلا دي، ونقوله ترانسليت. جاب لي الترجمه عادي بالعربي اهي، ممكن ناخدها كوبي كمان، ممكن نعدل في التكست اللي بالانجليزي اللي هو نقلها دي ونخليه يترجمها تاني. الميزه الكبيره بقى في الابلكيشن ده اللي هو اصلا بيترجتها وبيتميزه عن اي ابلكيشن تاني بتاع ترجمه هي الماجيك ترانسليت. انت هتخش على علامه البروفايل اللي موجوده تحت على اليمين دي، وبعدين تضغط على سيتنجز وبعدين ماجيك ترانسليت. هتفعلها من السيتنجز هنا. بعد ما تفعلها هيظهر لك زي ايكون كده اللي على الشمال دي عليها علامه يو كده. بيعمل ماجيك ترانسليت ده بقى، احنا نخش على دلوقتي الجيميل مثلا، وخلينا نعمل زي ايميل جديد كده وعايزين نكتب مثلا اهلا بيك انا اسمي محمد انا عمري 18 سنه، وعايزين نترجم الثلاث جمل دول بالانجلش على طول. في ساعتها هنعمل ايه؟ هناخد كده الايكون دي، هتلاقي علامه العدسه دي مكبره، وتسيبها على الكلام ده، هتلاقيه ترجم لك الكلام كله الانجليزي في نفس المكان اللي انت فيه، ولا احتجت بقى انك تاخد الكلام كوبي وتنقل اجر ترانزليت ولا اي حاجه من الحاجات دي. طبعا تقدروا تحملوا يو ديكشنري من اللينكس الموجوده تحت في الديسكربشن على طول. وبس نرجع للزاويه الجديده بقى وكملوا بقى الفيديو. مبدئيا كده الكاميرا اللي بستخدمها هي الكانون 200D وعليها العدسه اللي هي السيجما 17-50 ملي. هل انصحك انك تستثمر فيهم وكده؟ بص لو هتجيب كاميرا دلوقتي فممكن تجيب ال 250D واللي هي تعتبر الابجريد بتاع ال 200D اللي معايا دلوقتي، فلو هتجيب هات ال 250D احسن. لكن بالنسبه للعدسه فانا حابب جدا العدسه دي. اولا هي بتبدا من 17 فمدياني وايد انجل حلوه جدا، مناسبه قوي لتصوير فيديوهات التاك عموما. وتاني حاجه لو عايز ازوم ان شويه على الموبايل او اي حاجه ثانيه فبتساعد عادي جدا توصل ل 50 ملي، والعزل فيها كويس قوي فمفيش مشاكل فيها. المايك اللي بستخدمه بقى واللي كل الناس عمال تسال عليه، والله قلتها في كذا فيديو على فكره، انا بستخدم البويا بي واي ام 1. يعني الصوت اللي طالع قدامك ده صوت البويا بي واي ام 1 من غير اي تعديل عليه يا جدعان والله. عشان في ناس بتخش تقول لي انت بتعدل صوت على ايه يا جماعه؟ والله ما بعدل صوت، ده صوت كده الخام اللي طالع من المايك. هل انصحك انك تجيب المايك ده؟ طبعا انصحك بيه، يعني ده مايك جامد بجد والله. بالنسبه لسعره المايك ده ممكن تجيب 150 جنيه من كينج ديجيتال عادي، لان في ناس كتير قوي سالتني بتقول لي بتجيبه منين ب 150 جنيه؟ ده انا اشتريته ب 300 وب 500 وحاجات كده. بالنسبه بقى للاضاءه اللي بستخدمها هو الجودوكس اس ال 150 دبليو، وعملت عنه ريفيو الفيديو اللي فات وكنت قلت رايي عليه في الفيديو بتاعه، فممكن تشوفه من الراي اللي فوق دي. بالنسبه للترايبود بتاع الكاميرا فهو من شركه جنرال، بس الموديل بتاعه كان بقى هو دبليو تي 330 8 اي. بعيدا عن اسم الموديل ما بيتحفظش ده، بس هو بجد ترايبود كويس قوي، يشيل اوزان معاك وكده، وفي نفس الوقت حركته سموث جدا. يعني مثلا لو انا بستخدم الكاميرا في البيرولز ولا حاجه عايز مثلا اطلعها وانزلها يمين وشمال وكده، فالحركه بتاعته سموث قوي ما بتقطعش. يعني انا كان معايا الترايبود ده يا جماعه بادئ بيه، فيعني زي ما انتم شايفين كده هو زي خله السنان بالظبط. فاولا هو ما كانش يشيل كاميرات تقيله، بس انا عشان 200 دي فخفيفه شويه فعرف يشيلها عادي. الفكره كلها معايا بقى كان في الحركه بتاعت الايد دي،
الحركه بتاعتها ما كانتش سموث خالص، لا هي كانت بتقطع معايا وكده، فما كانتش بتطلع البيرولز حلوه. ولذلك بقى لجأت للترايبود اللي عليه الكاميرا دلوقتي ده، بجد ترايبود محترم قوي بالنسبه لسعره. كان عامل له كام؟ هو تقريبا 800 جنيه حاجه كده يعني في الرينج ده، وكنت جايبه برده من كينج ديجيتال عموما. وده بالمناسبه مش اعلان لكينج ديجيتال خالص، لا دي ناس انا بتعامل معاها فبقول رايي فيها بصراحه جدا في الفيديو يعني. يا ريت لو عايزين اعلان ولا حاجه قولوا لي. اللابتوب بقى اللي بمنتج عليه الفيديوهات وكده، لان السؤال ده اتسال لي كتير قوي، ايه اللابتوب بتاعك وكده. انا معايا الاتش بي زد بوك 17 جي 2 الجيل الثاني، بس انا جايب منه اعلى فئه اللي هو متعلي له كل حاجه. يعني مثلا الرام عندي هنا 32 جيجا، وكارت شاشه انفيديا 8 جيجا مش 2 او 4 زي اللي نازل في اغلب الموديلات وكده، فهو اعلى فئه من موديل اللابتوب ده. هل انصحك تجيبه؟ بصراحه لا، يعني هو بس كل الفكره او مشكلتي معاه في البروسيسور بتاعه. البروسيسور بتاعه اي 7 جيل رابع يا جماعه. يعني عموما لو عايز تجيب اي لابتوب للمونتاج عموما او كده، فيفضل قوي انه يكون جيل سادس فيما فوق. بس هو اللي مساعده بقى معايا في المونتاج وكده طبعا كارت شاشه كبير قوي 8 جيجا اللي عندي ده انفيديا، وهارد اس اس دي بقى وكده، فالموضوع مساعد بعضه يعني. بستخدم وايرلس ماوس من 2 بي جامد قوي يا جماعه والله بجد، صغير كده وعملي وبجد يعني انا بحبه. الميزه الكبيره اللي فيه بقى ان فعلا بطاريته ما بتخلصش. انا عايز اقول لكم مثلا هو قعد معايا بتاع 8 9 شهور من غير بطاريه تخلص، اللي هو انا زهقت يا ابني انا عايز اغير لك بطاريه يا ابني انجز والله. يعني انا عايز اقول لكم انا كنت جايبه في البلاك فرايداي السنه اللي فاتت ولسه مغير له البطاريه من كام اسبوع، فاللي هو ايه بجد ايه كل ده. فانا انصحك بالماوس ده جدا لو انت عايز تستثمر في وايرلس ماوس. دي كانت كل المعدات اللي بستخدمها في مشاهد الاي رول اللي بتكلم فيها قدام الكاميرا زي دلوقتي كده. طيب ايه المعدات بقى اللي بستخدمها في البي رولز بتاعت الموبايلات وانا بعملها ريفيو، او مثلا البي رولز بتاعت الجودوكس اس ال 150 بتاع الفيديو اللي فات؟ طبعا بستخدم الكاميرا عادي بالعدسه بتاعتها على الترايبود بتاعها ده، وانا اصلا زي ما قلت لكم انا جايب الترايبود ده لان حركته سموزي قوي وانا بطلع الكاميرا وبنزلها او يمين وشمال، فالموضوع سهل قوي معايا، بتطلع مشهد حلو بصراحه. الحاجه الثانيه بقى اللي ممكن اغلبكم يتفاجئ منها، ثانيه واحده اجيبها لكم دلوقتي، ده بركبه كده في المكتب مثلا او الترابيزه تمام، وبيبقى هنا في الموبايل بتاعي. هفهمكم انا بستخدم ده ليه لحد دلوقتي. بصوا يا جماعه انا معايا الاس 10 بلس، ثانيه واحده يعني هو مش شاحن بس ثواني. انا بستخدم الاس 10 بلس في تصوير الاوفر هيد، يعني بعتبره كاميرا اوفر هيد، اللي هو مثلا بقوم اعمل ترايبود ده كده واقوم مركب الموبايل هنا. ثانيه واحده تمام اهو كده، والموبايل بيبقى مصور مثلا الموبايل هو في ايدي تحت هنا، والمشهد ده انا بعمله في كل فيديو للموبايلات وعمره ما فشل انه يعجب الناس. يعني عايز اقول لكم كل المشاهد اللي عملتها بالسيت اب ده كده للموبايلات اللي معايا وبعمل لها ريفيو كده، فكانت عاجبه الناس جدا. الناس كانت بتدخل تقول لي انت بتصورها بكاميرا ايه، المشاهد دي كانت حلوه جدا. ده طبعا لان الاس 10 بلس مساعدني شويه برده، كواليتي الفيديوهات اللي بتطلع منه كويسه قوي، وبعدل عليها في الالوان بقى وانا بمنتج وكده، فمطلع لي نتيجه حلوه عاجبه الناس قوي في كل فيديوهات الريفيوز بتاعت الموبايلات اللي بعملها. فبس يعني اظن اي حد عنده موبايل وممكن يجيب ترايبود من ده، وهتستخدم السيت اب ده ككاميرا اوفر هيد عادي جدا زي باقي الناس اللي بتستخدم كاميرات اوفر هيد. انا عن نفسي خلاص ان شاء الله هجيب قريب البوم ستاند ده، يعني عشان يبقى خلاص بقى ثابت كده من فوق وتركب في كاميرا او موبايل على حسب يعني، بدل بقى البتاع ده. بس يعني انا حبيت اقول لكم على المعلومه دي، لما تطلع كواليتي فيديوهات حلوه قوي كده وتعجب الناس ومش عارفين انت بتصورها بكاميرا ولا موبايل، فانت كده اللي جامد مش اللي بيصور بكاميرا بنص مليون ولا ربع مليون. وبس كده يعني، دي كانت كل حاجه عن المعدات اللي بستخدمها على يوتيوب. الفيديو ده اتطلب مني كتير قوي، وناس كتير بتدخل تسالني على اللابتوب مثلا، تسالني على الميكروفون، تسالني على الكاميرا وكده، فقلت اعمل فيديو كامل متكامل كده اقول لكم فيه على كل حاجه بستخدمها. وبس بقى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب والحاجات الكتيره دي عشان نوصل الفيديو لاكتر عدد من الناس، والى لقاء اخر في فيديو جديد ان شاء الله. Peace.